هاي جايز، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم طبعا من عنوان الفيديو بنتكلم عن اكثر فيديو طلب مني من اول ما فتحت القناة، وهو مجموعة شنطي كاملة. نزلت قبل فيديو تكلمت فيه عن my top 5 bags، بس استيل كنتوا تطلبوا مني ان اصور كل الشنط. So here we go. قبل ما نبدأ بالفيديو، طبعا الشنط اللي بتكلم عنهم هم الشنط اللي موجودة عندي حاليا. في شنط كانت عندي وبعتها طبعا، وبتكلم بس عن الهاي اند براندز، لان اتوقع ان كلكم تبوني اتكلم عن الهاي اند براندز. وقبل ما نبدا، اذا تحبون مواضيع اللكجري فاشن والبيوتي واللايف ستايل والفلوجز، بليز لا تنسون تسوون سبسكرايب حق القناه عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. وخلونا نبدا بالفيديو. طبعا ما في اي ترتيب معين للشنط، اي شنطه تي في ايدي بتكلم عنها. اول شيء عندي هاي الشنطه الفندي، ما ادري اذا راويتكم اياها قبل. هذه اقدم شنطه عندي اعتقد، لان هذه خفتها اول ما تخرجت من الجامعه، كنا مسافرين المانيا مع الاهل، وكانت اول شنطه احط فيها ماي انيشلز RSK. سو عشان شي ما قطيتها، لان احس ما اعرف اقدم شنطه. وعلى فكره انا اي اولويز ستف ماي باجز كبيره كبيره كبيره، وايد كبيرة. ما اعرف، احس it holds a special place in my heart، عشان شي ما قطيتها. و anyways الحين ردت هبت البرنتس في الماركات، فندي وغير فندي، فهذي احس I'll never give up on this bag، ما اعرف ليش. ثاني شنطة هي من دولتشي ان جابانا، هذي تكلمت عنها قبل في فيديو my top 5 bags. هذه الشنطة بعد holds a special place in my heart، لأن أول ما قررت إني أطلع من دوامي، وكان قرار صعب بالنسبة لي، تميت تقريبا سنة سنة ونص أتشاور أطلع ولا لا، بس يوم finally اكتسبت الشجاعة إني خلاص أطلع، قلت لازم أكافئ نفسي، فشريت هاي الشنطة. هذه طبعا كروكودايل leather، طبعا الكروكودايل يعتبر أغلى أنواع leathers في الشنط. هذه تنباع في البوتيك I think ب80,000، بس هم كانوا عارضينها، اشتريتها من والله ما اتذكر من اي موقع، يا ذا لكجري كلازت او موقع ثاني. المهم موقع في الامارات معروف يبيع شنط مستعملة، حصلتها ب20,000 which was great يعني، وخذتها. وبعد احس اني يعني دائما بتتم عندي، مع اني والله ما استخدمها وايد، واتذكر هذيك الفترة كنت احب الشنط الحمراء، الحين لا not really. بس هذه بعد شي a special piece ودايما بتكون عندي. ويا سو هذه هي ثاني واحدة. شنطتي الشانيل هي ثالث شنطة بتكلم عنها اليوم. هذه الشنطة انا سويت لها فيديو كامل، بسوي لكم لينك تحت عن كل الفيديوز اللي تكلمت عنهم اليوم. هذه الشنطة بعد شريتها من موقع فاشن فايل، هذا موقع امريكي يبيع شنط مستعملة بعد وتكون اصلية. طبعا هذه هي الكافيار ليذر جامبو شانيل كلاسيك. في عندي هذه بعد بتكلم عنها، بما ان بديت اتكلم عن شانيل. هذه حاليا تقريبا وصل سعرها في البوتيك 25,000، is ridiculous for شانيل، صارت اسعارها مثل اسعار ارمز. انا اخذتها ما ادري كان في 2017 او 2018، 15,000 not bad، يعني ارخص من السعر الحالي ب 10,000. اتذكر يوم هالشنط كانوا على 8,000 درهم يوم كنا في الجامعة. So I love this bag، وايد احبها، كبيرة تكفي وايد اشياء، day bag اكثر من اي شيء ثاني. ف yeah. الحين بتكلم عن شنط بالنسياغا. هذه الشنطة بعد نزلت عنها فيديو، نزلت عنها فيديو يوم شريتها في 2016 يمكن، من بوتيكهم في اميرتس مول. ما اعرف ليش شريتها، لاني ما لبستها وايد، بس يمكن يمكن عشان لونها. انا anyways احب هاي سيتي باج اي ثينك اسمها. الشيء الوحيد اللي ما احبه في هذه انه الستراب في هالحجم ابدا، يعني ما يعجبني، مو بعملي، ما اعرف، هو عملي بس مو بحلو صراحه حجمه. بس يا اللون حلو حق الصيف، شي حلو as a pop of color، I still like it، بس ما اشيلها وايد صراحة، لأن لونها شوية يعني يبيله تركيز في الأوتفيت. ف
ثاني شنطة من بالنسياغا هذه البيضة، هذه اي ثينك نزلت لها فيديو. جايز انتو تعرفون نص شنطي، فانا مستغربة انكم طالبين مني هالفيديو. anyways هذه السيتي باك بالديزاين الجديد، وايد احب هالشنطة لانها كبيرة وتكفي وايد اشياء. طبعا I stuff all my bags عشان they don't lose the shape. بس يا هذه حلوة حق الصبح. طبعا الحلو في هالباجز انه يجون مع منظره، تنفع حق الدوام، تنفع حق الجامعه، تنفع اذا رايحه اشتغل في كافيه اخذها معاي. I love it a lot. هذه الشنطه هي البالنسياغا سيتي باج بس بالستايل القديم، سو براويكم الفرق. هذه القديم وهذه الجديد. هذه حصلتها في ذا كلوزت فرع جميره القديم، اي ثينك سكروه الحين، ب 2500 درهم. سو الحلو في شنط سيتي والبعد مو بحلو بنفس الوقت ان الريسيل فاليو از نوت ذات جريت، سو حاولوا انكم تاخذونهم على السيل او اذا حصلتوهم فري سيلر. هذه وايد مميزه، حتى مره رحت فيها البوتيك في دبي مول قالوا لي واو من وين جبتي هالشنطه، فلونها وايد مميز وحلوه وشي تمشي مع كل الالوان النودز والترابيه. الشنطه الاخيره من بالنسياغا هي هذه، وهذه الصراحه اكثر واحده احبها، احب اللون احب الحجم. هذه الستراب مالها ضعيف، سو تقدرون تلبسونها داي اور نايت. احب حق السفر، مريحه خفيفه، وخذتها بعد على السيل اي ثينك خذتها ب 3000 وشي، سو اي ثينك السعر كامل 6000 وشي، انا خذتها ب 3000 شي ستيل. يا وايد احب هاي الشنطه، اتس ون اوف ماي فيفرتس. الحين بتكلم عن شنطي من برادا. هذه اخر شنطه، لا مش اخر شنطه، هذه قبل الاخيره، اخذتها من لندن من الاوتلت فيليج. والصراحه انا ما كنت ابي اخذها بس لان لفينا كل الاوتلت فيليج وما حصلنا ولا شيء، وكنا رايحين متحمسين ان بنشتري وايد اغراض. تعرفون يوم تروحون اخر شيء تحصلون انه ما في ولا شيء في ولا مكان، فما اعرف حسيت هاي يمكن احلى شيء كنت اقدر اخذه. سعرها كان وايد حلو ب 2000 وشي، 2700 2500. حجمها حلو، لونها ممتاز، تقدرون تلبسونها مع اي شيء. الحجم نفس الشيء، مو بكبيره وايد ولا صغيره وايد، يعني تقدرون تستخدمونها صبح وليل. انا احب التشينز اللي تكون فينتج، سو ماي ستايل، سو يا. ثاني شنطه من برادا هي هذه، هذه ماي فيفرت لان لونها وايد حلو والكونتراست مع التشين نطلعها شي فينتج. اللون شي بابل غام بينك، وايد حلوه، جلدها ستردي، تقدرون تستخدمونها داي اند نايت، وايد حلوه. وبعد شريتها من الاوتلت فيليج في ايرلندا، نفس الشيء نفس الاسعار 2000 وشي 2500 درهم، سو اتس جريت. هذه وايد 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 احبها، وايد البسها، اللي يتابعون في انستغرام يعرفوني وايد البسها. واخر شنطه من برادا هي طبعا هذه الميني باج اللي سويت عنها فيديو اخر مره، احط لكم لينك للفيديو. بس من احلى الشنط اللي اخذتها، اتس سو سمول اند سو كيوت. بما اني تكلمت عن برادا الصغيره بتكلم بعد عن هذه من جاك موس. هذه شريتها وانا في الحجر، كنت وايد ملانه وما اعرف ايش اسوي في حياتي، وكنت اشوفها على وايد بلوجرز فاخذتها، لين الحين ما لبستها، يعني ما طلعت فيها لانها وايد 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 صغيره. في معاها ستراب بس موجود فوق ومتعايزه اني اجيبه، بس حلوه حق التصوير وسعرها اوكي، يعني سعرها 1800 تقريبا. انا طلبتها من فارفتش، اي ثينك موجوده الحين في ليفل شوز حق اللي يبون يطلبونها من الامارات. بس such a cute bag وحلوه حق التصوير، I wouldn't say انها حلوه حق اي شيء ثاني، او ممكن حق عشاء تحطون فيها كروتكم وذاتس ات. بتكلم الحين عن ماركة إرماز أو إرماز، واسمها باي ذا واي إرماز بالنطق الفرنسي، بس يعني إحنا نقول إرماز، مش اسمها هيرمي ولا إرمي ولا هرمز، اسمها إرماز أو إرماز بالإنجليش. anyways لأنه وايد يستفزني اللي يقولون هيرمي، I don't know. المهم هذه كانت هديتي حق نفسي في my 30th birthday، والفيديو موجود. حصلتها بعد في the closet، كان في معرض في رمضان ودخلت وعجبتني الشنطة هاي، اللون blue jean من أكثر الألوان popular، والleather I think togo وايد حلوة. وكانت في وقتها يعني الحين طبعا صارت الشنط الصغيرة هي المطلوبة، بس في وقتها كانت يعني بعد هالأحجام مطلوبة. عن نفسي أحب أستخدمها as a day bag طبعا لأن هذا size 35، ورحت حطيت عليها هذا السكارف والليتل هورسي بولي
وبس I love to use it يعني حتى في السفر لأنها الشنطة وايد كبيرة وايد 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 كبيرة ف it's perfect حق السفر. هذه ثاني شنطة خذتها بعد من ريسيلر. كل شنط الإرماز اللي عندي من ريسيلرز لأن للأسف they never offered me a bag in the store. أنا مو من النوع اللي بروح بصرف 50,000 على خرابيط عشان they offer me a bag ب40,000 زيادة. It's ridiculous. So I'd rather buy من ريسيلرز. هذه بعد من the closet في جميرة دخلت وشفتها وعجبتني. ليش؟ لأن فيها الجولد contrast مع الأسود. هذه كلي طبعا. هذه شوية كانت الكونديشن not that great يعني عليها ستين فكان سعرها أحسن من هذه كي. بعد نفس القياس 35 لأن قلت لكم يعني قبل كان هاي الأحجام أوكي و I think الشنط الكبيرة بترجع anyways. نفس الشيء أحب أستخدمه حق day out حق سفر. It's a really nice bag. من أحلى الشنط اللي عندي واللي أستخدمها مع كل شيء لأن أحس اللون is amazing. هذه البيركن إرماز بيركن. هذه آخر واحدة خفتها أستخدمها حق داي. أستخدمها حق كل الطلعات. وايد وايد مريحة يعني أنا أوريدي قاعد أستخدمها فيها أغراض. لونها وايد حلو. It's I think it's my favorite bag out of all of them لأن ما أعرف أحس it's the perfect bag. دائما أحس إنها تسوي pop في الأوتفيت. طبعا رحت اشتريت لها هذا البوني وهذا التويلي مش من إرماز هذا من ماركة ثانية بس it goes يعني as a pop of color. I love this bag so much. من الشنط اللي كنت وايد أحبها وكنت وايد متحمسة يوم شريتها هاي الشنطة من سنين حتى نسيت اسم this style. خذتها والله من زمان من زمان من زمان خذتها من أحلى الشنط as a day bag لأنها وايد كبيرة. لحظة خلنا أطلعكم إياها كاملة. كبيرة 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 كبيرة. قبل كانوا الشنط الكبيرة are everything. I think هاي خذتها قبل 2015 يا لأن السودة خذتها عقبها. أحس إني زعلانة إن سيلين ستايلاتهم في الشنط they're kind of gone يعني لأن كنت وايد 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 أحب هالشنطة. هذه ثاني شنطة خذتها من سيلين. هذه طبعا الستايل الكلاسيك عندهم. هذه وايد أحبها لأنها تستخدم حق اللاجج يعني آخر مرة كنت موديتها معاي أتلانتس لأن الحين عليها التاج. كبيرة بشكل يعني رائع. It doesn't lose the shape. ما أعرف ليش أنا خافة فيها هذا لأن حتى لو طلعته بتتم مثل ما هي. كانت such an iconic bag. I wish إنها الشنط هالنوع من شنط سيلين يرجع يصير إن لأن I love them. هذه الشنطة هي رفيقة السفر. هذه لاجج تعتبر. اوكي سو اللايت بدأ يروح فبحاول اني اسرع هاي الجزء من الفيديو. الحين بتكلم عن جيفانشي. هاي الشنطة بعد سويت انا عنها ما اعرف ايش الشنطة ما تبين كاملة. هاي الشنطة سويت عنها فيديو بسوي لها لينك تحت. هذه احبها لانها الشنطة اللي استخدمها اذا سافرت واذا رحت فنادق واذا ابي اشيل معي وايد اغراض لانها وايد كبيرة. انا اخذت اكبر حجم. I love this bag. يعني هي my luggage. أنا أعتبرها my luggage. ثاني شنطة من جيفنشي هي هذه. هذه بعد شريتها وأنا في الحجر وكنت وايد ملانة ومالي بارض. بعد أحب هالشنطة لأنها اللون أنا أحب البينك. يعني أكيد لاحظتوا إن أنا وايد أحب البينك. وتستخدم في السفر. تستخدم طلعة سريعة. يعني لأن حجمها وايد صغير بس بعد معها ستراب. ومن كثر ما حبيتها طلبتها من فارفتش. رحت جيفانشي أميرتس مول حصلت إن في عليها خصم فأخذت هذه بألفين وشي 2700-2800 وللحين ما لبستها بس أكيد بلبسها وأحس يعني هالشنطتين شنط صفر. بتكلم الحين عن شنط جوتشي اللي موجودة عندي. هذه ما أتذكر إذا سويت عنها أنبوكسينج أو تكلمت عنها بس هذه خذتها من سفرتنا إلى باريس. I think يمكن في باريس خذتها. وايد حبيتها لأنها على ستايل البوكس كان وايد دارج هذيك الفترة. It's such a structured bag. I love it بس ما أحس إني أستخدمها وايد ما أعرف ليش. مع إني أحسها من الشنط المميزة عندي عشان لونها وعشان الستراب بعد. تحسونها شيء أكثر على كاجوال. I should wear it more. I really like this bag. أحب أنا الشنط الستركتشرد أكثر من الشنط اللي تكون سلاوتشي. Or do I?
ثاني شنطة من جوتشي هاي بعد خذتها من باريس من سنتين، هذه خذتها من الأوتلت فيليج وكان السعر وايد حلو يمكن 2000 وشي. وبعد ما ألبسها وايد ما أعرف ليش، مع أن هاي ألوانية أحب اللون البلاش بينك بس ما قاعد ألبسها وايد، والحلو فيها أنها doesn't lose the shape، أنا ما حاطة فيها شيء ستيل محافظة على الشيب مالها. ثالث شنطة والأخير أعتقد من جوتشي هي هذه، هذه خذتها من مطار لندن وإحنا راجعين هيثرو، كانت وايد في خاطري وخذتها في المطار أرخص ب2000 درهم، يعني خذتها ب5500 يمكن الحين وصلت سعرها 7500، بس خذت الحجم الصغير حسيتها وايد كيوت، فيها توب هاندل من ورا فيها القلب بلاك كولر اتس كلاسيك، والتشين مالها بعد حلو سو ايم هابي وذ ذس وان. بتكلم الحين عن ديور، عندي هاي الشنطه من ديور خذتها من اميرت سمول برانش، كانت ب 13000، نزلت عنها فيديو، احس انها من الشنط اللي ندمت اني اخذتها لان كانت موضة فترتها هذا الديزاين، it's not anymore. الالوان اللي تكون ميتاليك تنخدش بسرعة وتخترب بسرعة، plus I don't like the size anymore ولا حتى الستراب، so احس هذه من الريغريتس عندي، مع ان انا وايد احب ديور، ياريتني كنت اخذت style more classic اكثر من هذه. ثاني شنطة من ديور هي هاي، وهاي كلاسيك ستايل، هاي هي الليدي ديور، وهذه خذتها من ريسيلر اي ثينك، خذتها من فاشن فايل، كانت شنطة العيد نزلت عنها فيديو، وايد احبها عشان لونها وعشان هي اتس كلاسيك باج وعشان يعني اقدر اشيلها في اي وقت. بالنسبة لي انا عندي طبعا هاي اللي هي لحظة هاي اللي هي من ريسيلر اتس وورث مور ذان ذس وان، يعني احبها اكثر واشيلها اكثر. عندي هاي هي الشنطة الوحيدة اللي خذتها من مايكل كورز، كنت معزومة على ايفنت في مايكل كورز وعجبني اللون، طبعا انا احب البينك، شنطة حلوة هي احسها حلو حق الجامعة، سعرها نات بعد 2000 درهم بس ما استخدمها وايد، نفس الشيء استخدمها اذا عندي شغل باخذ اللابتوب بطلع فيه، اي ثينك خذتها مرة معي لفندق بس ذاتس ات. الحين بنتكلم عن لوي فيتون، احس وايد منكم يحبون هالبراند، هاي الشنطة عندي عنها فيديو كامل. هاي الشنطة أنا ما كنت مقتنعة فيها لأن حسيت إن كل حد يشيلها، بس بعد فترة حسيت إن it's the perfect bag حق السفر لأنها تنطوي والكانفاس ليذر مال الفي يعيش، فما ندمت صراحة إني خفتها، وأحسها أحس إذا واحدة ما عندها ولا شنطة ماركة تبدأ في هالشنطة، it's such a staple، تقدرون تستخدمون حق كل يوم، حلوة حق سفر، it's really nice. ثاني شنطة وعلى نفس البرنت، نسيت اسم البرنت، نسيت اسمه، المهم هاي تويلتري انا استخدمها حق فيها ماي ستاف الميك اب والسكن كير، يوم اروح فندق يوم اسافر، سو يا هذه هي، هذه اي ثينك الرجال يستخدمونها كشنطه للطلعه لان ممكن تسكر وتنشال بهالطريقه، بس انا استخدمها حق ماي ميك اب. واكيد عندي الميك اب باج هاي بالبرنت الثاني اللي هو ال في، الحين صاروا البنات يحبون يشيلونها كشنطه فانا حطيت عليها هذا الهاندل، بس لان الحين صراحه ما استخدمتها ولا مره كشنطه، واي ثينك ال في بعد نزلوا نفس ستايلها كشنطه تطلعون فيها، انا طبعا استخدمها حق ماي ميك اب بس ما استبعد اني ابدا اطلع فيها لان صارت الهبه الحين. واخر شنطة من الفي عندي هذه الشنطة اللي خذت حق السفر، هذه كنت ناوية استخدمها سفر وجم، استخدمتها حاليا لين الحين سفر وفنادق، هايلي ريكومندد، لازم تكون في الكولكشن مالتكم اذا تحبوا الالفي لانها وايد مفيدة وكشخة ويا تستانسون وانتو تستخدمونها. من تام فورد عندي بس هاي الشنطة، ما ادري اذا سويت لها انبوكسينج ولا لا، بس من احلى الشنط اللي اخذتها، حاطه فيها حزامي، من احلى الشنط اللي اخذتها، ما عندي ولا شنطه بهاللون، انا احب دايما الفينتج تاتش، وايد حلوه واخذتها اون سيل، كنت رايحه محل توم فورد اسوي لهم تغطيه بمناسبه السيل واخذتها بتقريبا 6900 which is great. هذه كانت summer 2020 collection، وايد احبها، تعطي pop of color مع دريسز مع ملابس بألوان ثانية، so هاي الشنطة الوحيدة من توم فورد عندي. شنطة ثانية من فندي عندي خذتها قبل 3 سنين تقريبا أول ما طلع هذا الستايل، هالشنطة وايد أحبها لأن فيها توب هاندل وفيها ستراب وفي نفس الوقت الشنطة كبيرة،
الشنطة من داخل كبيرة تكفي وايد أشياء، بس في نفس الوقت شكلها مو بوايد كبير، يعني it's a medium bag. وايد أحبها، خذتها من أبوظبي من تريانو ستورز، من أحلى الشنط. بس I think ستايلها شوية صار قديم. عندي هاي الشنطة من YSL، طبعا هذا هو الكلاسيك ستايل من YSL. هذه خذتها أول ما نزلت هاي الشنطة تقريبا 2012-2013 من لندن. I'm not into it anymore صراحة، لأن أحس حجمها شوية كبير، واللون I'm not into red anymore. جتني فترة كنت وايد I'm so into red، الحين not really، بس still it's a classic and beautiful bag. وبس هاي هي تقريبا كل الشنط البراندات أو الماركات اللي موجودة عندي حاليا. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، اعطوني اقتراحات حق الفيديوهات اللي تبون تشوفونها، انكم تحبون الفلوجز، بس بعد اعطوني اقتراحات حق sit down فيديوز مثل هذيلة. وبس والله thank you guys for watching، بتشوفكم في فيديو ثاني. باي.